عبر أولياء وتلاميذ على مستوى ولاية الأضرار وبدائرة جروت بالتحديد عبروا عن امتعاضهم واعتراضهم لتوقيت الدخول المدرسي بالنسبة لمناطق الجنوب الذي لا يتناسب أو لا يناسب وقود المنطقة بسبب الظروف المناخية القاسية نظرا لارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة وأيضا ضعف التيار الكهربائي. وعلى الرغم من وجود المكيفات في بعض المؤسسات التربوية إلا أن استعمالها يبقى مرهونا بالكهرباء ما يجعل مئات التلاميذ والأساتذة يعانون في الصمت. المزيد مع يمين بلعان. زيادة للمنح اللي تقدمها الوزارة، منح تاع التمدرس ماهيش كافية. المجموعة اللي لم يعطونا 90، وحنا عندنا 163 معوز. بعض النقائص لابد من الحديث عنها، وهي نقص التعليم التحضيري خاصة في المناطق النائية. سببه يرجع إلى نقص الهياكل، لأنه كما تعلمون لا يمكن أن يمنح للمدرسة قسم تحضيري إلا إذا كان فيه هيكل يحتوي هذا الفلوس. بسري قلت لك قليل ديرو أو نواصل أخبارنا المحلية مشاهدينا. عفوا، من جهتي أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية أجرود أن مصالحه تعمل على معاينة الوضع ولن تتدخر أي جهد في تحسين الأوضاع. اليمين بالعلم ثانية معاينة كل مدارس على مستوى كل بلدية اللي يخصهم النقائص لازم نديروا فيها إصلاحات، ولا بالنسبة خاصة عندنا لي سانيتير والمطعم لازم نديروا فيريفيكاسيون نشوفوا الكاش في النقائس. بالنسبة للأقسام نشوفوا الكاش في النقائس كما الزجاج كما الأبواب كما المشاكل هذه قاعدة نشوفوها، ولازم نديروا تحضيرات يعني في كل عند الدخول المدرسي رانا نديروا تحضيرات.